وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان تكونوا على خير وبخير. غادي نفصل معكم واحد الكسوه. كسوه عندها واحد القطعه في الكتاف، راهم خارجين موضه بزاف هاد العام وكيجيو زوينين في اللبسه. مش حطيت معكم الاسبوع اللي فات، حطيت لكم واحد الكسوه في الزرق، عندها البلي في الصدر هابطين حدا الازرار، وهادي عندها عاود واحد البليات، واحد القطعه كتكون على الكتف، كيكونوا جوج ولا وحده شحال ما بغيتي ديري. كيكونوا جايين شادين من الحزام، من القطعه ديال الحزام، ودايرين حتى الخلف. غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه ديال الفصاله ديالها حتى الخياطه. عندي هنا الثوب 2.5 متر كما كتشوفوا، هذه هي الحاشيه، هذا هو الطول ديال الثوب هنايا، هذا هو الطول ديالو، غنخليه في الطول، نطوي على جوج. هنا راني قالبه الثوب كما شفتوا، كما شفتوا التويب هذا راه الثوب ديال الكريب ديال الصيف، رقيق وخفيف هذا الثوب هذا. كيجي في الكسيوات زوين هذا الثوب ديال الكريب ديال الصيف. وغادي نجيب هذه الجهه هذه اللي مسدوده ونجيبها لعندي. هنا غادي نخلي واحد 6 سنتيم ديال الازرار، حيت تكون عندها في الوسط يكون عندها الازرار. صافي غادي نحطو هذا ديال الظهر، غنحطو هنايا على هاد الطراساج اللي طراسيت هنايا. صافي قدي التوب ديالي، غادي نحط دابا العبارات ديال الكتاف، عندي 21 في الكتاف. نهبط هنايا 3 سنتيم كما شفتو هنايا، هبط 3 سنتيم. وهنا غندير 7 سنتيم ديال الدورة ديال الرقبة، ونهبط 2 سنتيم ديال الخلف. صافي وندور هكا. انا هبط هنايا 22، خاصها تكون عندي هنا قبالتها 22. الصدر عندي 26، غادي نشد من هنايا من هاد الخط هذا اللي ديال الخلف اللي مسدود، ماشي من هاد 6 سنتيم راه ما كنحسبوهاش. ونزيد سنتيم ديال الخياطه، هنا راه درت الطباشير ابيض باش يبان لكم، نتمنى يكون باين. ونديرو خط الحزام، غندير 40 الخط ديال الحزام. هنا غتكون عندي داك القطعه اللي غتكون في الحزام، غندير 40، نزيد سنتيم ديال الخياطه هي 41. البطن عندي فيها 25، نزيد سنتيم ديال الخياطه، ونجيب هذا البيستولي، وغادي نربط هذه النقطه هذه ديال التركيز مع النقطه هذه ديال البطن. صافي دابا غندير الدوره ديال التركيز، نجي لهذا القنت وغادي نطلع 3 سنتيم وغنجي لهنايا وندور. راه ساهل هذه، في حالتي الا ما كانش عندكم البيستولي هذه ديروا لها الطريقه هذه. هنا غادي نجي لهاد الخياطه اللي غتكون عندي هنا في الكوطي في الجناب، وغادي نطلع 1 2 سنتيم باش ما كتجينيش الكسوه طايحه من الجن، وكنصيلها لهنا المنتصف ديال هاد الدوره ديال الحزام.
صافي وكنديرها هكا بيديه. من الاحسن ديروا المسطره. كنطيح الكتاف ديالي هنا فين عندي 3 سنتيم. كما شفتوا هنايا حنا قطعنا هاد القطعه الفوقانيه اللي غتكون عندي من الفوق، كنحيد الذهب هنا في الامام. غادي نهبط 8 سنتيم وندير الدوره ديال الرقبه ديالي هكا على هاد الشكل هذا. وهاد الخط هذا راه غنجيبو خط مستقيم هكا، ما غاديش نديرو داير، ندير خط مستقيم. هنا غادي نهبط 14 سنتيم وندخل جوج سنتيم هنايا، هادي ديال الامام كنخرج زيرو، ومن هنا كذلك كنخرج زيرو. هادي ديال الامام كنقص منها من هنا سنتيم وكندخلو لهنا في التركيز. صافي ودرت لها نص طويره ديال الامام. غادي ندير هنا واحد الكرانه هادي باش تبقى باينه لي هاد 6 سنتيم بوحديتها. هنا غادي نحيد هاد القطعه هادي باش غادي نقلب الثوب. غادي نفصلو دابا على التنكيس. دابا التوب قبيله فصلناه في الطول ديالو، الطول دابا غادي نولي نقلبو ونفصلو في التنكيس. حيت هاد التوب هذا راه واخا نقلبو كما شفتو ما كيتيريش، كيتيري واحد شويه هاك على جوج جهات، كيتيري هاكا شويه وهاكا شويه بحال بحال. الا كان التوب عندنا بحال بحال كيتيري في الاتجاهين بجوج، واخا نقلبو نديرو له في التنكيس ولا يكون ما كيتيريش كاع، واخا نفصلوه هكاي في العرض. هادشي كامل باش تجيني الصايه من التحت تجيني فيها العرض من في الكلوش، حيت الا خليته هكا فصلته ما غاديش يجيني فيها العرض، يجي فيني في الضوفه غتجي فيها 36. كما شفتوا هنايا انا طويت الثوب، غندير في الايفازي ديالو غندير 45 بركه باش تبقى لي هاد القطعه هنايا. غادي نخرج من هذاك القطع اللي غادي يجيوني في القطعه الفوقانيه. صافي هنايا قديت داك الصايه ديالي في الجيبا، درت في الدوره ديال الحزام درت 26. غادي نزيد عليها، غنزيد عليها 16 ديال السنتيم ديال داك الكشكاشه، حيت غادي يكون فيها الكشكاشه في الحزام. حطيت الطول ديالي كنجيبها هكا يا سنتيم، وكنحيد داك الربعين اللي عندي في القطعه الفوقانيه كنخرجها هكا ما كنحسبهاش، وكنحسب الطول ديالي. عندي في الطول 100 متر و43، هاهي فين عندي، وزدت 3 سنتيم ديال الخياطة. غادي نسير من هاد النقطة هادي من هنا من الفوق كما كتشوفو معايا، من هنا غادي نسيرها حتى لهنايا، حتى لهنا فين درت هنايا الدورة ديال الإيفازي ديالي.
من هنا غادي نطلع 3 سنتيم من جهه الكوطي باش ما يجينيش طايحين، وغادي نصيلهم من هنا للمنتصف، منتصف ديال هاد الدوره هادي ديال الايفازي. صافي هذه هي الصايه ديالي، غادي نحيد هاد الحاشيه هادي. نعلم المنتصف ديالها، هنا كما كتشوفوا راه بقى لي الكمام قولي من التحت من الجهه ديال الطول. هنا انا غادي نخرج الكمام ديالي ونطويهم هكا على جوج كما شفتوا، هنا درتهم على 4. عندي في الطول ديال الكمام عندي 58، وغادي نخلي 4 سنتيم على حساب هاد الكمام، غادي نديرهم ببلاستيك، غادي نخلي فيهم 4 سنتيم. وغادي نحط هنايا غادي نخلي 15، هنا غادي نهبط 13 لغاية 12، ندير هنا 12. صافي وغادي ندي خط هكايا. وغادي نسير من هاد النقطة هادي لهاد النقطة اللي درت هنايا، غادي نهبط 7 سنتيم من هاد الجهة هادي، وغادي نحط الدورة ديال الدرع، ندير الدورة الدرع 20، وغادي نحطها هنايا. صافي باش كنحيد داك السنتيم اللي عندي هنا، هاد المسافة هادي اللي عندي هنا نقسمها على جوج، ونولي نقسم هادي على جوج وهادي على جوج، وغادي ندخل من هنا سنتيم، نخرج من هنا سنتيم. شوفوا معايا، عرفت واش كيبان؟ وغادي ندخل من هنايا سنتيم. صافي وغادي نجيب هنايا، غادي نجيب واحد جوج سنتيم خط مستقيم، وعاد ندور هنايا على هاد النقطة. هادو هما الكمام ديالنا، ندير لهم كرانه هنايا. هنا كما شفتوا داك الطرف اللي شاط ليا فاش فصلت الكمام، غادي نخرج منهم داك البليات اللي غايجي اللي غايجيوني في الكتاف، راه كيجيو بحال الشكل ديال الكم ديال الجراس ولا المهم، كتكون واحد القطعه طويله وكيجي فيها داك البلي، كنخيطوه هنايا في الهبطه ديال القطعه الفوقانيه. نتوما ان شاء الله غادي تشوفوها معايا في الخياطه. دابا هنايا عندي هاد القطعه راه مطويه على جوج كما كتشوفوا هنايا، ودرت في الطول ديالها 57، زدت لها 17 سنتيم ديال داك لي فرونس، غيكون فيها 17 زايده في الخلف و17 في الامام، والعرض عندي فيها 15. صافي على هذا الشكل هذا، وهي كتجي من هنا عريضه، هاد الجهه اللي كتكون في الكتاف كتجي عريضه وكتبقى غاده وكتنقص كتخرج لهنايا. صافي دابا غادي نحلهم من هاد الجهه هادي،
باش غادي يخرج لي الخلف والامام، خرج لي الجهات بجوج. نجي لهنا المنتصف وغندير كرانه، باش هذا المنتصف هو اللي غيكون عندنا على الخياطه ديال الكتف. كما شفتوا هادو هما القطعات بجوج ديال الجهات بجوج، هذه وحده وهذه وحده، وغادي ندير لهم داك لي فرونس داك لي بلي باش يجيوني مجموعين ان شاء الله. تشوفوا في الخياطه غادي نجي باش نعلم لهم داك البلاصه اللي غادي نلصقوا فيها، حيت انا راه ما قطعتهاش، كاين اللي كيقطعها. الا بغيتي ديري تقطيعها وتخيطيها معاها من الداخل، تجي الخياطه داخله لداخل بهذه الطريقه. هذه سهله بالنسبه للاخوات المبتدئات، كنحاول ندير معاكم شي حاجه اللي سهله ما نصعبش عليكم الامور. خصني نعلم في الوجه، خلي واحد 6 سنتيم جهه الرقابه وندير علامه هنايا. صافي غنجيب المسطره ديالي وغادي نعلم هكا، غادي نهبط نيشان. غادي نقلبها باش نطراسي في الجهه الثانيه. صافي هو طراسالي في الجهه الثانيه، باش من نجي نخيط نلقاه مطراسي ما يعذبنيش. وغادي نطراسي في الامام نفس الطريقه، نخلي هنايا 6 سنتيم. صافي وغادي نجيب هكايا المثلث وغادي نهبط الخط. صافي غنجيب هاد الجهه الثانيه غادي نطراسيها حتى هي باش تجيني عليه عبر واحد. صافي غادي نخليهم هكايا. هاد الكسوه هادي غيكون عندها الحزام، ولكن هنا انا ما بقاليش الطرف طويل ديال الحزام، داك القطعه اللي كانت عندي طويله باش نخرج منها الحزام راه هي اللي درت منها داك لي غندير منها لي بلي، فبقاو ليها الطريفات هادو صغار. في الحزام غادي يكون عندي فيه القطع، غادي يكون ضروري فيه الخياطه بحال هكايا، وغادي نقطع ثلاثه بحال هادو ونلاقيهم بالخياطه، ما كيجيش باين. صافي هذه هي الطريقه ديال الفصاله ديال الكسوه. الدوره ديال العنق غادي ندير فيه كل اوفيسي، وجبت هذه القطعه هذه وطويتها هكا على 4. هنا درت غير القياس ديال الكول، عندي هنا 5 سنتيم غندير في العرض ديالو. هنا غادي نجي لهاد القنت هذا، غادي نحاول نجيبو داير ونخليش مقنت، ندوره واحد شويه ندخل واحد نص سنتيم ونجيبو داير. من هاد الجهه هادي غنقص واحد سنتيم، صافي نخرج بها هكايا. هنا عندي في الطول ديالو عندي 22 الطول ديال، وراه هنايا جوج قطع، وحده غندير لها الفيزلين وحده نخليها بلاش. صافي هذه هي الكسوه ديالي، راه ساليتها كما كتشوفوا. هذا الكول هذه ديال الامام. صافي وهذه الصايه اللي غتكون عندنا لاصقه من التحت. ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالها.
حتى هي راه تكون ساهله، وغادي نحاول نبسطها معاكم باش ديروها لراسكم ان شاء الله في هذا الصيف، ولا تخيطوها للكليان ديالكم الا كنتو كتخيطوا للناس. والسلام عليكم ورحمه الله.